بهاء صابر. مشكلتي والله ان انا من سنه 2000 وانا بيتم اعتقالي للاراء السياسيه وتلفيق قضايا كتير، وكان اخر قضيه طبعا اللي انا اتكلمت عنها في المؤتمر ديت وهي قضيه تعذيب شهيره في 2010. كنت انا الحد الوحيد اللي خدوني يوم 13 ابريل 2010. كان في يوم كان داعي ليه كل القوى السياسيه والقوى الثوريه وشخصيات عامه تحت اسم الشارع لنا، ودوت كان احتجاجا عن يعني التعرض للبنات يوم 6 ابريل من نفس السنه. ورحت لقيت ان الوقفه متكردنه بكردون امني وهو اسم اليوم الشارع لنا، فقررت ان انا اهتف من بره الكردون. فاتفاجئت ان بقوات الامن كلها بلباس مدني وغير مدني طبعا قاموا بالاعتداء عليا وجردوني. نعم يا فندم. ايوه انا بقول لحضرتك ان هم قاموا كان كل الحاجات، وتم تجريد دي من ملابسي قدام دار القضاء العالي، وبعد كده اصطحبوني في تاكسي سياره اجره لاسم بولاء ابو العيله، وبعدين هناك بقى كملوا حفله التعذيب من ضرب وسحل وهتك عرض. وطبعا انا كنت داخل الاسم غير هدوم خالص، فحموني بميه متلجه علشان خاطر تضيع اثار التعذيب والضرب والكدمات، وجابوا لي لبس علشان خاطر اتعرض على النيابه. ولحد دلوقتي طبعا القيادات اللي كانت بتشرف على التعذيب دوت وعلى اليوم دوت هم بيترقوا، انا لسه ما وصلتش لحقي. والله انا مش عارف اي حاجه، انا مش عارف اي حاجه عن موضوع القضيه. انا كل اللي انا اعرفه ان النيابه كانت رافضه خروجي، وبضغط منظمات المجتمع المدني والحقوقيين خرجت بكفاله 5000 جنيه. الكلام ده من 2010، احنا بقينا 2014 ما اعرفش حاجه عن القضيه. هي بتضيف بان هي بتزود في التوعيه وبتعرف الناس حقوقها يعني، وربنا المستعان. لا انا شايف ان في عوده للدوله البوليسيه.